اليوم هذه مناسبة خاصة كيحتفلوا فيها بعيد ميلاد ديالهم. انا كنقول يمكن كنكون قريبة للناس او الاعلاميين او الاذاعات، لانني كنبغي نوصل للناس بان راه حنا كلنا بحال بحال. انا كنبغي نفرح مع الناس اللي عندهم الفرحة، اللي كنبكي معاه وهذا. ميميد غاديو تستاهل انني نحضر لها العيد الميلاد ديالها، لان من الناس اللي دوزوا برامج قراب للناس وقراب للشباب وقراب فعيطوا لي، فلما لا ما نشاركمش الفرحة ديالهم. وكنقول لهم عيد ميلاد سعيد. هذه ما كنعنيش ما أنني ما كنحترمش القنوات، كنحترم كل شيء. تحية لهم كاملين، فكنحيي ميد غاديو عيد ميلاد سعيد بالسنة العاشرة. ركت لهم النمرة ديال مارادونا، فلهذا أنا فرحانة أنني كنشارككم هذه الفرحة ديالهم. شنو كتمنى لإذاعة ميد غاديو؟ واللي كنتمنى لهم هو تبارك الله ما تقدريش تبقاي تقولي، لانهم ما كيجتهدوا كيبحثوا كي ديما كيديروا الجديد. فديما نقول ديما خصهم يبقاو بديك الصراحه ديالهم وبديك الحالات الاجتماعيه اللي كيناقشوا وبرامج كيدوزوهم زوينين. فلهذا انا كنحييهم وكنتمنى لهم ديما التالق والمزيد من العطاء. شكرا لكم. دائما ميد راديو تبقى دائما في القمه، ونكونوا حاضرين معكم في المسرات والافراح ديالكم. وانا جد سعيد انني واحد من الفنانين والنجوم اللي حاضرين اليوم باش يحيوا الذكرى ديال عيد ميلاد العاشر ديال ميد راديو. ميد راديو كنحماقوا عليكم وكنتمنوا ديما تكونوا معنا، وشكرا لميد راديو بزاف. شكرا لكم بعد هذه الدعوة، شكرا على كل ما كتعملوه على قبلنا. كنقول لكم مبروك عيد ميلاد ديالكم، وان شاء الله ما تكونش هذه العاشرة تكون العشرين والثلاثين والاربعين والعقبال المية ان شاء الله، لانكم ناس الله يعمرها دار وطاقم يعني كيوصل لنا شي حويجات زوينين، داكشي علاش كنعشقوها من كل قلبنا وكتلقينا دائما الحضور معاها.